فهذه شغله من الشغلات اللي يعني تقدرين تسويها انت سو ايزي، بعدين دزيلي انا ارتب لك اياها يا الغاليه. I فعليك love it, I love it. والله انت بس تعالي، انت بس تعالي، بس تعالوا مينا جايه. ايه دائما بس شنو تجي لي غفله زبقه هيك بعد واحد ما يقدر نلزمها النونو. خفي واختفاء، اجي تركض واطلع. أيوة بس اسمه والله كتبت له الرواء، احتمال جاي قريبه. ضروري يعني مفاجاه. مفاجاه حبيبتي، انت لازم تقولي لي قبلها على مود احضر شيف شاهين يسوي في الطبخه مرتبه هيك. عم تجربين اكله يخلص لو ما يخلص بسرعه على بس كلاواته. سوي لها مقلوبه هاي بالصوص. اي ترى سوي مقلوبه بالهوت دوغ. ذاك اليوم مو دا سالف له شاهين طلع يعني مو ذاك اليوم قبل ايش صار؟ ايش كم شهر؟ احنا ايش اي ف دعتي له شاهين سويت مقلوبه والمقلوبه ما كنت عبالي طبخون التمر وبعدين تحطون الغراض، يعني اول مره بحياتي اسويها. فجبت الصوصه وجبت باذنجان وجبت كل شيء، قليتها كلها بالجدر جريت فوق على التمر هو ما مستوى مي والصوصه كلها طوف لي طافت كلها. من اكل السكه مع الصوصه؟ انا جيت يعني يمكن 15 16 سنه جهال ايش اسمهم جهال خالي كانوا صغار، ابن خالي هسه ما ياكل مقلوبه من ذاك ما ولا حرامات هذا جيبيها من عد على البارد شوي شوي طعمه تم الاحمر شوي باذنجان حر شوي صوصات بعدين تجي تخبطهم وقول يا ابو ونحطها نسوي زين. نونو شفتي احنا الموضوع اللي كنا نحكي عليه، خلينا ناخذ رايك شلون تكتشفين الموهبه، شلون اكتشفتي الموهبه مالتك وشنو هي؟ موهبتي اكيد الاولى هي الرسم. انا رسم يعني من 3 سنين واربع سنين وحتى اصغر امي ضامت لي شغلات، كنت دائما اشارك مثلا. شوفوا الدار مداركم ياثرون لانه احنا كنا نريد من احنا صغار نريد ننمدح، يعني نريد الناس تقول علينا انت الله ايش قد زين، انت ايش قد حلو بهاي الشغله، انت تسوي هيك شيء زين. فانا مشيت من المدرسه كنت ارسم، المعلمات كانوا يقولوا لي رسمك حلو كذا خليني اشارك بمعارض. فجيت اشارك على مستوى المدرسه وبعدين كنت افوز على المدرسه، فقمت اشارك على مستوى المدارس. مثلا احنا كنا بالبيع على المنطقه او المدرسه، فكل المدارس تلتم بمدرسه واحده ويسوون مثلا استعراض مواهب رسم رياضه ما اعرف شنو. فهيك هيك عرفت انه اني هذا مكاني وهذا الرسم. هسه شويه الرسم اللي ورا قاعد لانه ركزت بعدين وراها على المكياج وكذا. بالعكس حولتي بس المكياج هم رسم، حولتي الفن مالتك الى مكياج. صح ولهذا ما اقدر بس اسوي، يعني احب اموت على المكياج، يعني المكياج ولع بالنسبه لي، بس دائما اسوي رسم، يعني احاول اسوي شغلات ما لها علاقه بالكحله والحمره حتى بس شويه اشحن، يعني ارجع النورس هذيته وبعدين شو اسمه. ده احاول اقرا التعليقات وياكم لان احس متجاهلين الناس خاف. تا انا هم اذا احاول اقرا بس دخلت، وهو طبعا شاهين قاعد يقرا التعليقات. الحين شلون احنا غير نحكي لنا؟ يعني نعرف رده فعل الناس، يعني رده فعل الناس 12 بوينت شو اسمه؟ بعد عندهم 10 اسئله، بعد كم 5 اسئله عندهم خطين. 5 اسئله. اذا خلينا نجاوبهم على 5 خلينا نجاوبهم ويا نونو. شيف شاهين ليش بعيد؟ هاي شيف شاهين قرب لكم. هلا هو قاعد من بعيد يقول لا ما اريد قميصي وما ادري شنو برستيج شيف شاهين. شنو هاي الكاميرا هي اللي تروحيك والله. اداء النجاح زين خليني استفاد من نونو. اوكي نحكي بهذا الشيء اللي حميته. يو كان فايند كويستشن اليوم ليش؟ تعبانه صار يومين، يعني البيت ياكل شغلات، كل ما اجيب احس نفسي بعدني مخلصه. والله أني أعرف هذا الشيء، بس تعرفين أحسن طريقة إنه تنتقلين من البيت البيت، أوكي، أو ترتبين، ما أعرف إذا أنت هسه بحالة النقلة لو بحالة ال شو اسمه تأثيث بيت جديد. لا يعني تنتقلين. أنا البيت الجديد شريت له قبل 3 أيام، هي شقة يعني. تخبل فتيتش مشكلة ما. سو كيوت أي سو إت سو نايس. طبعا شنو قاعدة أتذكر لما تتذكرين لما هاي الانسيدنت اللي صارت وياك
لما رحت تأجرين وهاي، فلما بدي أباوعد أقول يا الله المقارنة يعني مكاني موت. إن شاء الله يا ربي عتبت خير عليك حبيبتي. بس اللي رحت أقول لك يا إنه اكتشفت فد شغلة بالنقلة. أوكي اجت زوزو دا تجحرني من بعيد. سوينا شيء غلط؟ كل شيء ما سوينا قاعدين بتحرك. المهم دائما صفي اغراضك، سوالفك اللي ما تحتاجيها صفيها من قبل ما تنتقلين للبيت الجديد. سوي هاي التصفيه على مود لما تفوتين للبيت الجديد بعد ما عندك اشياء تذبيها وتحيرين وها حط هذا اذب هذا. كلش هاي الشغله سويتها يعني من شقتي لما انتقلت من الشقه للبيت ما تتخيلون ايش قد. او ماي جاد ات واز اميزنج. بسوي هاي الحركه والله سهل على الترتيب. نصيحه لناني هواي لمزعابي يعني، واحد يجيب لي شده مال ورد تيه بس اعلقها على الحائط. ما ادري ايش اسوي. خليه في صندوق ها، وشو مريبي شكو شغلات ما تريديها مؤقته بقيها. اذا ما استعملتيها خلال اسبوعين هاي معناتها مليون بالميه زبل وما راح تستعمليها من حتى الملابس باي ذا واي. انا حتى الملابس لان احنا البنات نموت على سوالف الملابس. هاي دائما اشوف شلون القطعه هاي القطعه انا صار لي سنه ملابستها برا هاي ما اتناقش. هاي العقليه الصحيحه بالتفكير، لانه انا شنو يعني صح انه مثل ما قلتي حتى اكو نظريه تقول لك اوكي حد اقصى سنه شفتها قاعده بالكنتور ذبها. انا لا طبعا صديقتي من ورا تسوي لي هيجي تعالي لك ايش قد طلعتش اغراض ها احكي اعترفي قولي هلا نونو هاي زوزو هلا شلونك. بس حابه اقول لكم انه هي صح ورا سنه تذب اغراضها، بس ورا ما يعني العراك انه مينا هاي القطعه بعد ما تنفع هاي اوكي ست كارو ما اعرف اذا تفرجينا، بس قلت لها عندك مشكله. مشكله بالشوبينج. المهم فحاولي تتخلصين من هاي الاشياء لانه هاي راح تريح عليك هوايه وقت. تم خلص وايش تحتاجين احنا موجودين. واول ما توصلين شف شاهين راح يسوي لنا قوزي سوفيد. الله لا انا اريد شاهين رت ادس لك بس لا يصير اقولها لو ما يصير فكره واضحه. اوكي قولي خلينا نحمس المتابعين. لا تسوي لنا مشكله اصلا ما البرنامج يا خلاص لما تجي. بس احنا عندنا بس نريد يعني اكتاف طيبه من شيف شاهين. انا قلت يا جماعه انا خرجت لما كان ببريطانيا اقول الله شيف شاهين بس يجي دبي كل يوميه شكو طبخه يسوي انا اكلها هنينه وما ادري كم وياها كم 5000 واحد فاني ما الحق اودي هنا واجيب هنا وايد احشكم شيف شاهين يعني مو كلش بعيد ساكن عليه فاني تقول الله هاي راسن ازرق له اقول له نزل لي الماعون اللي طبخته طبعا كل شيء ما شبه. شنو هاليوم شنو ما اكلتي هاي كيكه؟ بس كيكه هاي شنو قبل كيكه وي وصفات تخد خدت عارك يا برجر اكلتيني كم مره؟ برجر هاي قبل 6 شهور ست شهور فت نفسي انا جديده كنت شهور بالطبخ كيكه اليوم بعد لا ست شهور كل شيء بالطبخ. لا انا بعد خلص اريد هذا قلت لك السوبي لا سكت سهله مره ثانيه نفتح مره كيكه والله بس اني هذا باغتك بالموعد هاني ونو شو تشاركينه؟ اسال سؤال الظلمه يصير واحد يخلي بها زبيب؟ بعد هي ما اكو قاعده تقول انه الظلمه يصير بها زبيب واي نوت بس اخاف تسويها العراقيين يقفون قبوا علي مثل ما قبوا علي على الدليميه اللي سويتها خليت بيها بصل الباميه خليت بيها بصل وفلفل اخضر وانا قبل ما ابلش الفيديو لحظه خليت ويا الدولمة بانية؟ لا ويا لا ويا البامية خليت بصل وفلفل أخضر اي بس عادي فتحوا علي النار يعني وبداية الفيديو انا خليت مثلث من هذا التنبيه هذا الفيديو يحتوي على وصفة بامية غير تقليدية فلذلك وجب التنبيه قبل ما ابلش وروح نشوف التعليقات البامية مين حط لها فلفل البامية ما بيها بصل يا رب ممكن تذكر هاي انا المشكله اعاني بها لما انا اطبخ يعني فاهم انا حتى طبخاتي ترى يعني مو خابت للشيف لا مو ترى بس ما اكو قانون او انت ما اكو قانون حتى لما اصور ابيها بالزبيب خلي زبيب تحبين الطعم شفت ما تكلمنا شو لما كاتب بانيه وبين قوسين ما ادري 4 قواس
واصبغه تقليدي. انا سافرت قلت ليش هيك يعني مشدد على هذا الموضوع؟ فالظاهر عندك تاريخ يعني. عرفت صراحه كل شيء بالتجارب يعني. ما اكو يعني ترى الباميه احنا بس فقط العراقيين اللي يسويها مرقه. وما يعني من يقول لك باميه معناته مرقه باميه ايه حمراء. ما عندهم هاي يعني الباميه بالزيت. باميه بالزيت، باميه فرايد من هاي القرمشه، باميه ميبسه، باميه مخلله مثل الطرشي مسويها يعني. حتى السودانيين يسموها ملاح. ملاح سوا ملاح تقليه مدري ما اعرف اذا اي. الباميه عباره عن خضره يطحنوه تعرفون شو يطحنوه يعني يصير مثل باودر ويطبخوه ويا حتى اللحم بس كلش طيب وياكلوه ويا مثل بانكيك مو شو اسمه مثل خبز رقاق نفس الكونسيبت ياكلوه بالخبز يسموه اه اوكي ملاح ما اعرف بس يعني وايد بطرق مو ضروري شغله واحده كيفكم شو تسوون شو اسمه شاهين انت قلت هسه خلي نحكي ويا المتابعين هسه انت قلت مرقه بالضمه أرد أسأل الناس إنتوا فريق مرقة أو مرقة؟ يعني بالفتحة لو بالضمة؟ مرقة 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 إنتوا فريق بامية لو بانية؟ إحنا نقول مرقة بالفتحة فدائما أتمنى نقول مرقة مرقة بامية مرق 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 ها فتحة أوكي خلي شوف بعد ما مرقة مرقة يعني بالفتحة أوكي هاي أول إحنا بالفتحة بالفتحة شو تشاركون أنتو بالفتحة مرقة لازم نحطها في الجملة حتى نعرف بانية هاي مفعولين هي مؤلف الله يخاف بالعربي سقط خلني أنا كلها كوش بالعربي